روح لمنطقة تانية. مارد اللي قال لك السؤال ده ولا ايه؟ مين؟ مارد اللي قال لك السؤال ده؟ لا مش مارد والله، ده محمود سعيد. قالوا لي إجابة السؤال، بس أنا كنت عايز أعرفها منك. يعني هو لاثارتي الحقيقة باس السلسلة في لقطة كده جاب فيها السلسلة وبيبص السلسلة. طب الجول الأولاني، لما سألنا الجول الأولاني فلما سألنا سعد إيه؟ ده كابتن سعد. هندفع. سعد بيشغب ولا معلش، دي من غير خصومات، دي ما فيش مشكله. الله.